السلام عليكم، أنا رهف الخطيب، خريجة الجامعة الهاشمية من دفعة هارموني، واليوم بدي أشرح لكم عن الني إكزامينيشن. قبل ما نبلش نحكي عن الني إكزامينيشن لازم نتعرف على الأناتومي للني. أول إشي زي ما بتشوفوا بالصورة هون، في عنا الكوادريسبس مسل بتكون فوق الني، تمام؟ من اسمها كوادريسبس، عندها 4 أرجل، تمام؟ كلياتهم بتجمعوا بالتندون هذا اللي هو الكوادريسبس تندون، وبنزل التندون وبعمل اتاتشمنت على التيبيا تحت. هلا المميز في هذا التندون انه الباتيلا جواته اللي هي صابونة الاجر، تمام؟ بيحكولها بالعربي، تمام؟ فهذا اشي كتير مهم لازم نعرفه عن هذا التندون، لانه اي مشكلة فيه بتأثر على الركبة. وبنعرف طبعا الاناتومي، عندنا الفيمر فوق وعندنا التيبيا والفيبيولا تحت، تمام؟ هلا بالنسبه للليجمنتس لازم نعرف شو هم الليجمنتس اللي موجودين جوا الني. اوكي، في عندي ليجمنتس مع اللي هم مع الطرف مع التيبيا ومع الفيبيولا، وفي عندي ليجمنتس اللي جوا، هاي صوره مقربه لهم. في عندنا اول شيء اللاترال collateral ligament اللي هو بوصل الفيمر مع الفيبيولا، تمام؟ وفي عندنا الميديال collateral ligament بوصل الفيمر مع التيبيا. بعدين في عندنا الكروشيات ligament اللي هم بيكونوا عاملين على شكل X جوا الركبة، تمام؟ في عندنا اللي هو posterior والanterior. اوكي، واخر شيء لازم نعرفه عن الني انه في عندنا جوا اشي اسمه المينيسكاي، او اللي هم المفرد مينيسكس، تمام؟ واللي هم ممكن يصير فيهم تيرز. فهدول الاشياء لازم نكون عارفينها، لانه اي مشكله بتيجي بالني راح تكون مشكله في احد هاي الاشياء اللي هي من ضمن الاناتومي، تمام؟ هلا اخر شيء كمان لازم نعرفه، في عندنا اشي اسمه بورصة. اوكي، هاي موجوده في كتير على كتير بوني بروميننس بالجسم. الني لها كمان 4، تمام؟ البورصة عبارة عن فلويد فيلد ساك، بتعمل زي كوشن للني عشان ما يصير احتكاك بينها وبين الأسطح اللي بتكون يعني صلبة، تمام؟ عشان نقلل الاحتكاك. المشكلة بهاي البورصة بما انها فلويد فيلد، فمرات بيصير في التهاب في هذا الفلويد اللي هو بنسميه بورسايتس، تمام؟ هذا برضو احد اسباب اوجاع الركبة، تمام؟ اوكي، هسا اذا اجاني حدا بشكي من مشكلة في الركبة، غالبا رح يكون وجع، او مع الوجع، او يعني او ممكن ما يكون وجع، ممكن يكون اعراض تانية، بس غالبا هو وجع. ممكن يجي معه لوكينج انه الاجر بتعلق، تمام؟ ممكن يحكي انه بيطلع صوت من الركبة لما تتحرك، تمام؟ ممكن يحكي انه في زي احتكاك بالركبة. فهاي كلياتها اشياء ممكن يشكي منها المريض. هاي امثلة على الاشياء اللي ممكن تسبب الني بين. انا بحب نشوف صور بيكون افضل. مثلا هاي في عنا الأوزغوت شلاتر ديزيز، تمام؟ عبارة عن inflammation بالتندون اللي هو اللي بنحكي له، في ناس بسموه باتيلر تندون، اللي هو نفس الكوادريسبس تندون، تمام؟ اللي بمسك في، إذا بتلاحظوا عند التيبيا بيكون في inflammation بهديك المنطقة، بعمل anterior pain، تمام؟ في عنا هنا نفس الشيء الباتيلر تندون، بيكون فيه التهاب بس فوق المنطقة تاعت التيبيا بهاي المنطقة، هاي نسميها باتيلر تندونايتس اللي هو التهاب في الباتيلر تندون، تمام؟ في عنا البورسايتس اللي حكينا عنه، أعراض الإنفلاميشن اللي إحنا بنعرفها، بتوجع، بيكبر حجمها، بتنفخ، بتصير حمراء، هاي الأشياء كلها، تمام؟ وفي عنا هنا اللي هي لما يصير احتكاك بين الباتيلا والارتيكولار اللي هو الكارتلج اللي تحت الباتيلا، تمام؟ هاي احد الامراض اللي موجوده هنا. كمان
سوري اوكي في عندنا هنا المنسكيال تيرز. هلا هذا هو المنسكس تمام، هذا المنسكس الطبيعي، هنا صاير فيه تير، هون نفس الشيء تمام. فبرضه هاي احد الاسباب اللي ممكن تسبب ني بين. برضه في عندنا الليجمنت كروشيات ليجمنتس او الكولاترال ليجمنتس، انه يصير فيهم تير. لو تشوفوا هنا في عندنا تير في الكروشيات ليجمنت، وهنا في عندنا تير بالميديال كولاترال ليجمنت اللي هم بيسموها اسم تاني. لما يصير تير في الكولاترال ليجمنت بيحكوا لهم اللي هو الني سبرين تمام. ممكن طبعا التير يكون كومبليت او انكومبليت. كمان احد الاسباب ممكن تعمل ني بين البيكر سيست، هي عباره عن فلويد فيلد سيست بتطلع من الجوينت خلف الني بالفصه اللي وراء الني تمام. هلا هي بتكون نافخه على الاغلب اسيمتوماتيك، بس مرات تنفجر. لما تنفجر بتعمل الم، بتعمل بصير نفخه بالكالف ماسلز، ف يعني بتعمل ني بين برضه. اوكي هلا اي فيزيكال اكزامينيشن دائما بنبلش انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اسكلتيشن. هلا بالني اكزامينيشن ما في عندنا بيركشن ولا في اسكلتيشن، بس بدلهم في اشي تاني اللي هو بنسميهم سبيشال تيست. لكل جوينت في سبيشال تيست معينين، راح نتعرف طبعا على تعاون الني. بس بالاول كبدايه راح نبلش انسبكشن. طبعا قواعد الاكزامينيشن بشكل عام انه بدنا نسال المريض اسمه، عمره، من شو بشكي، وبدنا نطلب منه اذن طبعا تمام، وبدنا نحكي له الاكسبوجر المناسب اللي لازم يكون موجود حتى نقدر نفحص المنطقه اللي احنا بدنا اياها. اوكي هلا اول شيء بنبلش انسبكشن، ما بصيبه ولا بقرب عليه، بس بتفرج تمام. شو بدي ادور؟ اذا عنده سكارز زي هون مثلا، هذا الشيء بدني انه هو عامل عمليه بركبته قبل هيك، فانا ممكن اخذ هنت انه هو عنده مرض معين وهو سبب الوجع. يعني بدل ما اقعد ادور ممكن يكون الهنت قدامي اصلا تمام. ندور اذا في عنده اي سويلينج، اي انفلاميشن ساينز. السويلينج بيعطيني هنت انه ممكن عنده بيرسايتس، ممكن عنده جوينت انفيوجن، سيبتيك ارثرايتس مثلا. هاي الاشياء كلها بتعمل نفخه بالجوينت، وبيكر سيست تعمل بتكون نفخه بس على البوستيرير اسبيكت اوف ذا ني تمام، زي هاي الصوره. اوكي هون في عندي طبعا الجوينت انفيوجن اللي هي تجمع سوائل جوا الجوينت، في له كتير اسباب طبعا، احدها انه يكون في عندنا انفلاميشن في المنطقه. هاي سورياسيس اوكي، هاي احد يعني هو مرض جلدي تمام، اوتو اميون هو، بس يعني بيصير في الجلد وبيعمل سورياتيك ارثرايتس. فبرضه اذا انتبهنا مثلا على من الانسبكشن ممكن نقدر نعرف شو السبب. اوكي فهاي الاشياء اللي انا بدي ادور عليها بالانسبكشن. طبعا مهم كتير اني اقارن الركبتين مع بعض ماشي، انا بطلع واحدة بطلع على التانية، بدور على كل هاي الاشياء وبقارنهم مع بعض. اوكي تاني اشي بدي اشوفه بالانسبكشن اذا في اي ديفورميتي بالبوستشر. طبعا بدي احكي للمريض يوقف ويمشي تمام. شو بهمني بالبوستشر؟ في عندنا اللي هو الجينو بارم والجينو فالجس. اوكي هدول اللي هم بهاي الصورة. لو نشوف مثلا هنا اذا مثلا اللاترال كولاترال ليجمنت اللي هم هون صار له تير، هذا ممكن يؤدي لايش؟ للجينو فارم. الاجر ببطل في اشي ماسكها من اللاترال سايد، ف بصير لها زي يعني بتنعوج تمام. نفس الاشي الجينو فالجس او الجينو فالجم تمام. اذا الميديال كولاترال ليجمنت صار له تير، انا عم بحكي عن كومبليت تير، برضه رح يصير في تقوس بالاجر للجهه اللي هو صار فيها التير. فهذا الحكي ببين لما يكون المريض
واقف. طبعا في كتير أسباب للجينو فالجس والجينو فالجم، بس إحنا بهمنا الأشياء اللي بندور عليها للتشخيصات اللي إحنا بدنا إياها. تمام. تاني إشي بدي أدور عليه برضه، بدي أشوف إذا في أي مسل ويستنج. المسل ويستنج بدلني خصوصا طبعا بالكوادريسبس مسل، لأنها هي عضلة كبيرة. فالمسل ويستنج بدلني إنه يا إما إنه هذا الشخص له فترة ما عم يستعمل إجره، في مشكلة بالأعصاب. مثلا إذا شخص يعني ما استعمل، يعني ما وقف مثلا أو ما مشي لفترة طويلة بيصير ويستنج. برضو في كتير أمراض ممكن تعمل مسل ويستنج، فكل هاي الأشياء لازم ننتبه عليها. برضو بدنا نشوف إذا في fixed flexion deformity، إنه يعني بيعمل flexion بس ما بيقدر يعمل extension، يعني إذا كأنه إجره بتعلق. هذه ممكن يكون سببها اللي هو تير في المنسكس، بيسموه باكت تير، لأنه لما يصير تير زي يعني زي بنتش بالركبة فبتعلق. تمام. يعني عشان أبسط الموضوع بلغة واضحة. أوكي. هلا بعد الانسبكشن شو بيجي؟ بالبيشن. أهم إشي قبل ما الواحد يصيب المريض لازم يكون عارف وين المكان اللي بيوجعه. تمام. دائما نبلش البالبيشن بالجهة السليمة. تمام. نبلش بالجهة السليمة بعدين نفحص الجهة اللي بتوجع. تمام. أول إشي بالبالبيشن دائما إيش؟ check temperature بال back of the hand، بنقارن الركبتين مع بعض. تمام. بعدين بدنا نشوف إذا في عنا أي signs للسينوفايتس للإنفلاميشن. كيف بدي أعرف؟ بدي أعمل palpation للجوينت لاينز، بدي أحس بدي أخلي أول شيء لازم الركبة 90 degrees flex. تمام. بعدين بدي أحس على اللاينز تاعت الجوينت. شو بدي أعرف؟ بدي أشوف اللاينز، بدي أحس إذا نافخ، إذا في تجمع fluids في هذاك المكان، إذا في أي tenderness. طبعا اذا في signs of inflammation فانا برضو ممكن لما احس التمبريتشر بحس هذا الحكي. وكمان اذا كان تينيجرز بدنا نشوف التيبيال تيوبروستي نحسه، لانه ممكن يكون في تندينايتس اللي هي الاوزغوت شلاتر ديزيز او سندروم. تمام. هذا بالنسبه للبالبيشن. هلا كيف بدنا نعرف اذا في عندنا جوينت فيوجن؟ في عنا طريقتين، هي الباتيلر تاب أو البلج تيست. تمام. فنرجع نعيد ترتيب البالبيشن. أول شيء بشوف الحرارة، بعدين بحس اللاينز، بشوف إذا في تندرنس، بعدين إيش بحس عند التيبيال تيوبروستي إذا في أي انفلاميشن ساينز. بعد هيك بنشوف إذا في عنا افيوجن. أول شيء بنعمل اللي هو الباتيلر تاب. تمام. هاي الباتيلر تاب بدنا نعمل زي ميلكينج من فوق ومن تحت للركبة. تمام. وبعدين تاب اون ذا باتيلا. لما احنا نعمل ميلكينج زي كأنه اذا في تجمع سوائل راح يجمع تحت الباتيلا، لما نعمل تاب عليها راح نحس انه هي زي عايمة في مكان فيه فلويد. فهيك احنا بنقدر نعرف انه في عندي فلويد او لا. الطريقه الثانيه اللي هو البلج تيست. تمام. زي الصوره هاي بدنا نعمل ميلكينج برضه من فوق، بعدين نعمل ميلكينج من جنب هيك. تمام. بعدين ميلكينج هيك. تمام. هلا هون في زي مكان بتجمع فيه سوائل بالعادة، فإحنا لما عملنا ميلكينج نلاحظ بعديها بنشوف إذا في تجمع سوائل في هذا المكان أو لا، ساعتها بنقدر نعرف إذا في إفيوجن أو لا. بفضل إنه تحضروا فيديوهات على اليوتيوب، بس حطوا اسم التست بطلع لكم كتير فيديوهات، بيكون دقيقة أو دقيقتين، كتير أحسن حتى تقدروا تفهموا يعني طريقة عمل هاي التست. أوكي. هلا نيجي بعد
ما خلصنا ال palpation في أشياء special test لازم نعملهم. أول شيء active و passive movements. الركبة شو بتعمل؟ يا flexion يا extension. فأول شيء نحكي للمريض active and active flexion and extension. شو بحكي له؟ بحكي له flex your knee مثلاً and extend your knee. فأنا بقول له هو لحاله إنه هو يعمل flexion و extension. تمام؟ وطبعاً بلاحظ إذا هو في عنده أي مشكلة بالrange of motion تبع النية. بلاحظ إذا عنده وجع هو بيعمل هاي الحركات. يعني بدي ألاحظ كل إشي بيصير خلال هاي اللعب. بدي ألاحظ إذا في عنده كمان hyper extension, لأنه ممكن يكون في مرات ناس عندهم laxity of joints أو ممكن يكون في تير بواحد من الليجمنتس. تمام؟ هلا كمان بدنا نشوف إذا في كريبيتاس, صوت بيطلع لما هو يحرك كريبيتاس أو كليك ساوند أو أي إشي لما يحرك إجره. تمام؟ هلا بس يخلص الأكتب برجع بعيد أنا الموشنز هادي بعمل له إكستنشن وفليكشن. بس أنا اللي بعمل بحكي له ارخي حالك, بمسك أنا النية تبعته, أنا بعمل فليكشن وإكستنشن. وبرضه براقب إذا بصير في عنده وجع, إذا في عنده لوكينج, إذا في عنده أي مشكلة في الرينج أوف موشن, إذا بيطلع أي صوت من الركبة, كل هذا لازم أنتبه له. تمام؟ هلا نيجي على السبيشال تيست. أول شيء كيف بدي أفحص الكولاترال ليجمنتس. الكولاترال ليجمنتس اللي هم بيجوا على جنب, تمام, لاترالي وميديالي. اوكي, حكينا هم بيوصلوا الفيمر مع الفيبيولا والتيبيا. ف طريقه التست تبعهم, اول اشي نحكي له extend your knee. تمام, زي ما انتم شايفين بالصوره الني extended. بعدين بمسك اجر المريض من بين, يعني بين الايد والتشست. اوكي, وبحط ايدي على ركبته, لانه لو في عنده تير انا ما بدي اعمل له هايبر اكستنشن لدرجة انه اعمل تير لباقي الجوينتس. فلازم يعني انه انا اعمل ستيبلايزنج للركبة تبعته. تمام, بعدين شو بعمل؟ بحرك اللي هو الني جوينت ميديالي ولاترالي. شو بدي الاحظ في هاي الحالة؟ بدي الاحظ إذا في عنده وجع, إذا في عنده laxity, يعني إني تحركت أكتر من ما هي المفروض تتحرك. تمام, بدي أشوف إذا في عنده أي أعراض sprain, tear, كل هاي الأشياء. في هالحالة رح يتوجع. تمام, فاللي هو يعني إحنا مبدئيا زي ما يعني بدنا نعمل اللي هو valgus أو varus force, اللي هو بودي الجوينت لاترالي وميديالي. برجع بكرر كمان مرة انه لازم تحضروا فيديوهات عشان تقدر تفهم الموضوع منيح. اوكي, هاي برضو صورة تانية للتست, له اسم تاني هو Valgus and Varus Stress Test. تفرجوا هون كيف الفارس باخد الني يعني انا بحرك بدي اعمل ستريس على ايش؟ اللاترال كولاترال ليجمنت. تمام, اللي هو في حاله الفارس اذا في عندي تير باللاترال كولاترال ليجمنت راح يصير عنده وجع, راح يصير في هايبر لاكسيتي. الفالجس, تمام, بعمل ستريس على ايش؟ على الميديال كولاترال ليجمنت. تمام, هاي برضو صوره بتوضح نفس الحكي. اوكي, هلا برضو من هلا من السبيشال تيست في عندي إشي اسمه posterior sag. بحكي للمريض flex your knee 45 درجة. تمام, هاي بتفحص الكروشيات ليجمنتس. تمام, لو بتلاحظوا بهاي الصورة المريض لما عمل flexing للني في زي sag, زي
حفرة أو هيك زي كأنه النية سحلت، فهذا بدلني إنه إيش الكروشيت ليجمنت اللي ماسكها من جوا تمام فيه تير، فزي بتسحل يعني مش ستيبل تمام. فهذا يعني هاي إحنا بنحكي لها هي سب لاكسيشن تمام. فمشكلة بتكون بالبوستيرير كروشيت ليجمنت. هلا تاني إشي في عنا الانتيريور والبوستيريور درور تيست. أوكي طريقة عمله زي هاي الصورة، بخليه يعمل فليكشن لإجره تمام 45 درجة، بقعد أنا مش على إجره بس عند إجره من تحت على أساس ستيبلايز الإجر من تحت، يعني أنا ما بدي إجر من تحت تتحرك تمام. بعدين بمسك الني تبعته أوكي بمسك يعني الهاند أراوند التيبيا تمام، والثامس تبعوني بيكونوا من فوق على الركبة أوكي، بعدين على اللي هو تحت الركبة يعني تيبيال تيبيروستي تمام. then هلا الانتيريور درور تيست بول انتيريورلي تمام، فهو انتيريور بدفع ودفع تمام. شو اسمه والبوستيريور العكس. متى بعرف انه في مشكلة؟ لما التيبيا تتحرك اكتر من 1.5 سنتي سواء لقدام او لورا اوكي. هاي طريقة انه الواحد كيف يمسك في الدراور تيست، وهاي الساج ساين تمام. برضو هذا التيست احضروا له فيديو كتير مهم تمام اوكي. هلا في عنا برضو اللي هو الباتيلر ابريهنشن تيست، بتكون اكستنشن للني، بعدين بنمسك الباتيلا وبوش الباتيلا لاترالي بالثمب وفليكس الني سلولي، بنصير نلاحظ اذا في عنا اي مشكلة خلال عملية الفليكشن سواء instability, dislocation, resistance للهاي يعني زي كأنه الني علقت، في هاي الحالة بيكون في عنا مشكلة برضو بالهاي. هاي طريقة اللي هو انه كيف نعمل بوش لو تلاحظوا هون ماسك الباتيلا بعدين ايش رح يعملها بوش لاترالي لهناك تمام. هلا نيجي على التست اللي نعمل للمنسكس، في عنا تنين، في اول واحد مكموري تست تمام وفي التاني اللي هو ابليس جرين تيست. اثنين هدول بفحصوا المنسكس اذا في عنا اي منسكل تير اوكي. هلا المنسكس في عنا تنين، في واحد ميديالي في واحد لاترالي، احنا بدنا نفحص التنين تمام. اول شيء المكموريز تيست طريقته بالنسبة عشان نفحص الميديال منسكس، هلا هم التنين نفس الاشي بس بيختلف اتجاه اللفة تمام. اول شيء بنعمل فليكشن للني، وبعدين شو بنعمل external rotation اذا بتشوفوا هنا هادي للميديال منسكس. لما نعمل external rotation هيك الني بتضغط على الميديال منسكس، فممكن يصير وجع ممكن يصير كليك تمام. في هاي الحالة بيكون في عنا انه positive test في مشكلة في تير على الاغلب تمام. او عنا lateral منسكس برضو flexion للني، نمسك الفوت بنعمل ميديال روتيشن زي هنا تمام. في هاي الحالة احنا هيك بنضغط على اللاترال منسكس اوكي. هاي برضو صور توضيحية للمكموريس تيست. هلا الابلايز تيست هو الترناتيف للمكموري مور سنسيتيف اند سبيسيفيك، نفس الاشي بفحص اللاترال والميديال منسكس، بحط المريض على البرون بوزيشن يعني بناو على بطنه، فليكشن للني 90 درجة رح تكون زي هيك اوكي. بعدين
بدي اعمل immobilization للثاي تبعت المريض، يا بحط النية تبعتي يا بحط يعني بمسكه انا، اللي هو انه على اساس انه ما تتحرك الثاي تبعته. بعدين ايش بعمل؟ روتيشن لشو؟ للتيبيا، مش الاجر من فوق، تمام؟ بعمل روتيشن للتيبيا، اوكي، برفعها وبعمل روتيشن with distraction. يعني ايش؟ يعني برفعها شوي وبعمل لها روتيشن، تمام؟ بعدين شو؟ بعيد نفس الخطوه بس بعمل كومبريشن على الفوت من فوق وبعدين بعمل روتيشن، اوكي. laterally and medially بالمرتين. فاول شيء lateral and medial rotation with distraction، يعني برفع التيبيا بعمل lateral and medial rotation، بعدين with compression بعمل compression و lateral and medial rotation، اوكي. متى بحكي ان هذا التست بوزيتيف؟ نفس الشيء اذا صار في عندنا reduced rotation، يعني علق الجوينت locking، تمام، او وجع، clicking sound، هاي الاشياء كلها تحكي لي انه في عندنا مشكله، تمام. برضه بما انه البيشنت اصلا بالبرون بوزيشن، في الحاله قبل ما اعمل فليكشن لاني بقدر اتفرج على البوبليتيا الفصة اشوف اذا في عندي بيكر سيست او لا. هاي برضه، هاي اذا بتشوفوا هنا هاي ابلاي ويز ديستراكشن، تمام، برفع رافع التيبيا لفوق بعدين حرك، تمام. اما ويز كومبريشن هيو عمل كومبريشن لتحت بعدين حرك، تمام. اخر تيست سكوات تيست، من اسمه بيعمل سكوات المريض، تمام. لازم تكون الهيل فلات اون ذا جراوند، بيعمل سكوات اكثر من مره، بنخليه انه الهيل بوينتينج لاكثر من يعني مره على جنب مره لقدام مره لجوا، تمام. بوزيتيف اذا كان في عندنا وجع او ما بيقدر يعمل سكوات، اوكي. هيك بنكون خلصنا الاكزامينيشن. زي ما حكيت لكم اهم اشي تحضروا فيديوهات للموضوع، لانه بدون فيديوز ما رح تقدروا تعملوا الاكزامينيشن صح. يعطيكم العافية وبالتوفيق بالامتحان.